مي محمد عبد الله او مي عبد الله، خريجه كليه الفنون الجميله في جامعه المنيا، وبشتغل دلوقتي فنانه تشكيليه او معيده في كليه فنون جميله. حابه ان انا اكلمكم النهارده عن تجربتي مع الكليه بتاعتي، وازاي ان انا قدرت ادخلها. وفي البدايه انا كان عندي موهبه، كنت بحب ان انا ارسم جدا، وانا عندي مؤمنه بحاجه، ان الواحد اللي عنده موهبه ده ربنا مديله هديه، لازم يبقى متمسك بيها كويس جدا. اي حد عنده موهبه، كلنا عندنا موهبه، بس في ناس بتحاول وبتجتهد لحد ما تقدر تكتشف ايه الموهبه بتاعتها، وفي ناس بتفضل طول عمرها ما بتعرفش ايه الموهبه اللي ربنا مديها لها. فانا قدرت اكتشف ايه الموهبه بتاعتي، كنت بحب الرسم جدا، علشان كده اصريت ان انا ادخل كليه الفنون الجميله، هي اكتر حاجه انا كنت حباها، وبابا وماما كانوا بيشجعوني جدا وكانوا حابين ان انا ادخل الحاجه اللي انا حباها. علشان كده انا بقول لكل اب وكل ام، لو عندكم ابن او بنت متميزين في حاجه ربنا مديهم هديه، ما تضيعهاش منهم، خليهم يدخلوا الحاجه اللي هم متميزين فيها، حتى لو حاجه صغيره قد كده، لما هيدرسوها ويعرفوها اكتر ويتخصصوا فيها هيبقوا حاجه كبيره. بس دخلت كليه الفنون الجميله واكتشفت ان هي عالم كبير جدا، وبعد ما دخلت بقى اكتشفت ان في حاجه اسمها نحت، انا ما كنتش اعرف اصلا ان في حاجه اسمها نحت، او ان انا اصلا بعرف انحت او شاطره في النحت. عشان كده بقول ان ممكن ان احنا كلنا عندنا موهبه، مش ممكن بس مش كلنا نعرف ايه الموهبه بتاعتنا. فانا بعد ما دخلت الكليه كمان اكتشفت ان انا شاطره في النحت، مش مجرد في الرسم بس، ودي كانت تقريبا مشكله كبيره جدا، ان فكره ان انا يعني بنت ومن الصعيد عايزه ادخل قسم النحت من كل النواحي، يعني من ناحيه في الكليه انا كنت الاولى على الدفعه بتاعتي، فازاي يا بنتي هتدخلي نحت؟ ده صعب جدا، ده مش مناسب للبنات قوي، يعني فكره ان احنا نشتغل بالطين ونكسر في الحجر والخشب والرخام ونشتغل بالحديد، طب ايه يا بنتي اللي يرميكي على المر ده؟ ما تدخلي حاجه سهله. بس انا كنت متمسكه بنفس المبدا بتاعي، ما دام انا اكتشفت ايه الحاجه اللي انا متميزه بيها وحباها فانا هدخلها، وحتى لو حاجه صعبه وانا حباها مش هحس بالصعوبه بتاعتها، بالعكس هحس ان انا مبسوطه ومستمتعه طول الوقت. من ناحيه تانية بقى، يعني فكره يعني الاهل شويه، مش بابا وماما طبعا، بس الاهل فكره لا نحت لا. من ناحيه تانية لا النحت حرام، برضو دي كانت مشكله بتواجه اغلب الناس اللي بيفكروا ان هم يدخلوا قسم النحت. برضو ما وقفتش قدامي المشكله دي، ودورت كويس وسالت وعرفت، وما دخلتش القسم غير وانا متاكده 100% بالحاجه اللي انا مقتنعه بيها ان هي دي الحاجه الصح، وان دي مش حاجه غلط، وان ربنا مش هيديني موهبه وبعد كده يحرمني منها ويقول لي لا ما تعمليش الحاجه دي، الحاجه دي غلط، ما كانش اداني الموهبه دي من الاول. وده مش مجالنا ان انا احكي في اللي انا دورت فيه او اللي انا عرفته، بس في النهايه قدرت ان انا ادخل قسم النحت. وحته تانية كمان برضو، فكره الطلبه برضو بتواجههم دخول كليه فنون جميله نفسها وقسم النحت، دي حاجه ملهاش مستقبل، دي حاجه مش هتلاقي شغل لما تتخرج بعد كده، طبعا الرزق والشغل ده بيد ربنا كله، بس ما مش كل اللي بيدخلوا كليه الطب بيبقوا ناجحين، في ناس كتيره بتدخل وتبقى فاشله، وفي ناس بتدخل هندسه وفي ناس بتبقى فاشله برضو، وفي ناس بتبقى ناجحه، وفي ناس بتدخل فنون وبتبقى ناجحه، وفي ناس تانيه بتبقى فاشله. فالفكره ان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها والشغل بعد كده هو اللي هيجري ورايا، ما دام حاجه انا متفوقه فيها. بس دخلت القسم ودرست 4 سنين، جينا بقى عند مشروع التخرج، فكرت ان انا برضو لازم اعمل الحاجه اللي انا حباها والحاجه اللي انا متفوقه فيها، والحمد لله عملت مشروع التخرج بتاعي، كان حاجه غريبه شويه. انا بحب الكاريكاتير، انا ما بعرفش ارسم كاريكاتير بس بحب اللي اتفرج عليه، وبعرف انحت، فقلت ليه ما ادمجش بين الرسم الكاريكاتير والنحت واطلع منهم حاجه جديده ما حدش عملها قبل كده. فعملت مشروع التخرج اللي انتوا شايفينه قدامكم، عباره عن 8 شخصيات كاريكاتير.
يعني كان كل طموحاتي لما عملت المشروع ان هو يعجب، يعني زي اي طالب يعجب الدكتور يقول لي كويس واخد امتياز. ده كان قمه الطموح بالنسبه لي. اتفاجئت بعد ما عملت المشروع مباشره ان ناس كثيره جدا جدا بتكلمني، وتلفزيون، برامج كتير عاوزيني اطلع معاهم، وعروض كتيره جدا. انا مش عارفه انا عملت ايه يا جماعه. كل ده انا كل اللي انا عملته ان انا عملت الحاجه اللي انا بحبها بس، مش اكتر. وبرضه من ضمن الحاجات اللي فرقت معايا بعد المشروع مباشره، اتفاجئت بيكلموني من مكتب سياده الرئيس ويطلبوا مني ان انا اشارك في منتدى الشباب، اكون بمثل فئه الفن التشكيلي او النحت، وطلبوا مني ان انا اعمل تمثال للمنتدى الشباب، وعملت التمثال. وبالفعل يعني لما جاء وقت المعرض او وقت العرض برضه كان قمه طموحي انا هسلم على سياده الرئيس واشوف الشغل بتاعي. فاتفاجئت ان اول ما شاف الشغل بتاعي مبسوط جدا، قال لي ايه ده، انا عايز اشتري الشغل بتاعك. قلت له ده هديه لحضرتك يعني غير اي حاجه. قال لي لا انا عايز اشتري الشغل بتاعك، قولي لي بكام. قلت له ده هديه. قال لي لا انا عايز افاصل معاكي، قولي لي على سعر عشان افاصل معاكي. وبالفعل خد الشغل معايا وهو ماشي، وبقيت اصغر نحاته لاعمال موجوده دلوقتي في قصر الاتحاديه. وبعدين حصلت حاجة سلبية كلكم عارفينها طبعا. شاركت لتاني سنة في منتدى الشباب وعملت تمثال محمد صلاح، طبعا كلكم عارفينه. واتفاجئت مرة واحدة زي ما اتفاجئت ان في كمية ناس بتهنيني وفرحانة بشغلي، كمية انتقادات مش ممكن، ايه ده. مرة واحدة كده كل الناس داخلة تهزأ فيا وتشتمني، ايه يا جماعة انا عملت ايه؟ عادي اي حد معرض ان هو يعمل حاجة وتبقى ناجحة، او يعمل حاجة ويفشل فيها، ايه المشكلة؟ ما كلنا بنفشل عادي. ف يعني كمية شتيمة بقى وتهزيق، واللي يدخل يقول لي هو انت ايه اللي طلعك من المطبخ؟ واحد تاني هو ايه اللي انت عاملاه ده؟ انت ليه عاملة دراعات قصيرة كده؟ ايوه حضرتك ده كاريكاتير. ايوه يعني ليه عامله دراعات قصيره؟ كاريكاتير. ايوه يعني ليه دراعات قصيره؟ ده الفنان اللاعب الكبير محمد صلاح كده تستهزئي بيه؟ ليه دراعات قصيره؟ بس وهكذا من ده كتير. بس اللي انا حابه اقوله ان في وسط المحنه او ان احنا لو مرينا باي حاجه سلبيه هنلاقي فيه برضو ايجابيات في نفس الموضوع، وحاجه هترفعنا لو بصينا للناحية الإيجابية من الموضوع، ما ركزناش مع الآراء السلبية. مش كل مشكلة بتحصل بتكون كله جانب إيجابي سلبي، بيكون فيه جانب إيجابي كبير جدا، وخصوصا إن احنا يعني كشعب مصري بنحب جدا إن احنا نتكلم عن السلبيات أكتر من إن احنا نتكلم عن الإيجابيات. يعني أنا عملت شغل كتير ومشروع التخرج ما تعرفتش قوي غير لما عملت تمثال محمد صلاح، ولحد دلوقتي مش أنت اللي عملتي تمثال محمد صلاح؟ أيوة يا جماعة عملت تماثيل تاني كتير. ايوه بس انت اللي عملتي تمثال محمد صلاح. ايوه. وحتى بعد ما تعينت في الكليه ودخلت للطلبه ولسه بقى اول مره ادخل لهم، واحد قال لي حضرتك الفنانه دكتوره مي عبد الله؟ ايوه الحمد لله يا رب قالوا عارفيني. مش انت اللي عملتي تمثال محمد صلاح؟ بس فالحاجه السلبيه هي اللي علقت مع الناس قوي. حتى بعد كده عملت المعرض والناس جايه وعامله 22 تمثال وتماثيل كلها حلوة وعجبة الناس والناس مبسوطة قوي، والحمد لله يعني ما جاليش إحباط من اللي حصل بسبب التمثال. بالعكس أنا اتشجعت أكتر إن أنا أعمل شغل أكتر وأظهر نفسي أكتر وأبين إن أنا لأ ده مش مستواي، أنا لسه في أحسن من كده. وعملت المعرض بتاعي كان عبارة عن 22 شخصية جداد، وضفت عليه برضو مشروع التخرج بتاعي، وحضر والحمد لله بفضل ربنا شخصيات كبيره جدا اتفاجئت ان هي موجوده في المعرض بتاعي. يعني لقيت في وزراء موجودين ووزراء سابقين وفنانين وشخصيات كبيره، فكانت مفاجاه طبعا بالنسبه لي. بس برضو كانوا بيدخلوا يقولوا لي طب فين تمثال محمد صلاح؟ بس فاللي انا حابه اقوله ان اي حد عنده موهبه لازم يبقى متمسك بيها كويس جدا، دي هديه من ربنا ما ينفعش ان انتوا تضيعوها.